حتى يتبين لهم انه الحق ايها الاحبه هذا الشيب يعني له اسرار كيف يتشكل؟ ما الذي يجعل الجسم يمتنع عن افراز هذه الاصبغه وتصبح يصبح لون الشعر ابيض هذه العمليه كانت مجهوله سابقا لدى العلماء ولكن حديثا قامت جامعات عالميه شهيره بدراسه اكتشفوا من خلالها سر الشيب والعجيب أن القرآن أشار إلى ذلك قبل أربعة عشر قرنا دعونا نتأمل هذه الدراسات وما أنبأ عنه القرآن قبل ذلك طبعا توصل باحثون من ألمانيا وبريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل يسمى بيروكسيد الهيدروجين انه احد ابرز الاسباب التي تقف وراء الاصابه بالشيب مع تقدم العمر طبعا هذه الماده بيروكسيد الهيدروجين او H2O2 هي سائل شفاف اثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقه وهو سائل يشتعل بشده اذا تعرض لحراره بحدود 100 درجه مئويه ويستخدم هذا السائل بتركيز 3% من اجل صباغه الشعر وكمطهر طبي ويمكن استخدامه كوقود للصواريخ ايضا هو مصدر مهم للاكسجين من اجل سهوله الاشتعال اذا هذه الماده المسؤوله عن الشيب ماده قابله للانفجار والاشتعال ويزداد تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى ظهور الشيب الرأس وفي بحث نشرته مجلة بي الأمريكية وهي مجلة متخصصة بعلم الأحياء التجريبي يصرح البروفيسور هاينز ديكر من معهد الفيزياء الحيوية التابع لجامعة يوهانس جوتنبرغ أن مادة بيروكسيد الهيدروجين تزداد وتتضاعف مع تقدم العمر وتتراجع كفاءة جسم الإنسان بشكل يؤدي إلى صعوبة تحويلها إلى ماء وأكسجين وهو, ما وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة الميلانين التي تنتجها الخلايا بشكل طبيعي والمسؤولة عن ألوان الشعر والعين والجلد ويعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونه هذه الملونه هذه التي تفرز ماده الميلانين البنيه اللون. فسواء كان الشعر اشقر او داكن فان ذلك يرجع الى كميه الميلانين التي يتم انتاجها وتوزيعها. سبحان الله يبلغ عدد الشعر او شعرات الانسان يبلغ العدد الاجمالي للشعر في الانسان زهاء خمسة ملايين شعرة منها بحدود 150 ألف شعرة في فروة الرأس ويفقد الإنسان نحو 100 شعرة يوميا يتم تعويض 90% منها من خلال نمو جديد طبعا البروفيسور ديكر يشرح يعني عملية الشيب موضح ذلك يقول إن السائل بيروكسيد الهيدروجين يتكون بمقدار بسيط في كل أنحاء جسم الإنسان ثم تأخذ هذه المادة في الإزدياد مع تقدم الإنسان في العمر حيث تقل كفاءة الجسم طبعا في تحويل هذه المادة إلى ماء وأكسجين وطبعا يعني هناك نقص حاد في تركيز أنزيم يدعى كتلاز داخل الخلايا وهو الأنزيم المسؤول عن عملية تحويل بيروكسيد الهيدروجين طبعا البحث العلمي ايها الاحبه يؤكد ان هناك يعني ماده قابله للاشتعال هي بيروكسيد الهيدروجين موجوده وتزداد مع تقدم العمر وتترافق مع ازدياد ما يسمى بهشاشه العظام ايضا. سبحان الله القران الكريم يربط بطريقه عجيبه جدا بين اشتعال الرأس بالشيب وبين وهن العظام والحقيقة العلمية تؤكد أن هشاشة العظام ترتبط بظهور الشيب بسبب تنكس بعض العمليات الحيوية مع تقدم السن وطبعا تقل كفاءة عمل الخلايا بعد سن الأربعين كما نعلم تبدأ معظم العمليات الحيوية بالانحدار في الإنسان الله تعالى يقول في آية عظيمة على لسان زكريا عليه السلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا هنا نجد إشارة قرآنية إلى حدوث عملية اشتعال كيميائية في الرأس ينتج عنها الشيب ولو تاملنا الحقيقه العلميه المكتشفه حديثا ان ماده بيروكسيد الهيدروجين هي ماده قابله للاشتعال يزداد تركيزها وكانها تحرق وتشعل هذه البصيلات او الخلايا المسؤوله عن انتاج ماده الميلانين وبالتالي يعني يقل انتاج هذه الماده بسبب زياده تركيز بيروكسيد الهيدروجين المادة القابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال الله تعالى يقول إني على لسان زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا سبحان الله هذا التعبير أيها الأحبة الذي استخدمه القرآن قبل أربعة عشر قرنا يتفق مع المعطيات العلمية الحديثة بالله عليكم الا تشهد هذه الايه على اعجاز القران الذي قال الله فيه ولتعلمن نباه بعد حين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق